تعرف أقول لكم شغلة كمان، الفتاة أو المرأة أو السيدة ما بتنجح إلا إذا كان هناك إيمان مطلق من عائلتها، من والدها، من أخوها، من زوجها، من زميلها، من زميلها في العمل أو صديقها. دائما النجاح للمرأة بيكون من دعم الأشخاص الموجودين حولها. فتحية لكل رجل عربي ساعد المرأة، إن كانت أخته، زوجته، صديقته، بأنها توصل لحلمها وهدفها. تعرفوا شو؟ يعني بعد اللي بنعمله في الرجالة على رأي شافكي في برنامج بيت للكل، أنا صرت حاسة إنه الرجالة راح يصيروا يطالبوا في حقوقهم من خلال برنامج بيت للكل. خصوصاً النهاردة إحنا يعني وجوه نسائية كلها. وضيوف نسائية. وضيوف نسائية. معلش من حقنا شوية. إحنا يعني تعبنا كتير عبين ما أخذنا حقوقنا وعبين ما صنعنا لنفسنا في هاي الطريق الصعبة والوعرة طريق مستوية ولو قليلاً. ولا إيمان القيادة في المرأة العربية وقدرتها على صناعة الفرق. عشان هيك احنا اليوم ومن برنامج بيت للكل بدنا نحكي انه وانا بشوف ما في فرق بين الرجل والمرأة. في مرأة صنعت لنفسها بتميزها، بتعليمها، بدراستها، بقدرتها على فهم الواقع والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، طريقها اللي بدها تمشي فيه، علشان هيك هي تبوأت المكان اللي تستحقه. وفي ايضا رجال أخذوا ما يستحقونه بناء على قدرتهم وبناء على إنجازاتهم. عشان هيك اليوم من بيت للكل رح نبلش بنموذج مشرف للمرأة العربية من الأردن وعايشة في مصر وبتمثل كل امرأة عربية أينما كانت، الدكتورة هيفاء أبو غزالة. هذا التقرير ومنكمل حوارنا معها. هيفاء أبو غزالة، امرأة فاق نجاحها الشائع والمتوقع، انتمت لجيل المكافحين وتربت على القوة والعزيمة وإثبات الذات. هيفاء شاكر أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ووزيرة السياحة والأثار بدولة الأردن، سياسية أردنية درست علم النفس والتربية وحصلت على درجة الدكتوراه في الإرشاد التربوي بعد توليها العديد من المهام وتقلدها العديد من المناصب الهامة. أصبحت نموذجا للمرأة العربية القادرة على اجتياز العقبات وتحقيق المستحيل. نستضيفها اليوم للحديث عن رحلتها في المعترك العملي والسياسي ورسالتها إلى كل نساء العرب.